جل الحاضرين جميعا الشكر، واقول لكم تحيه خاصه، نقول لكم تحيه خاصه من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهوريه، وهو حريص على ان نكون قريبين منكم، وحريص على ان نحل مشاكل، لحد كمان نحل باقي مشاكل، زي نحل مشاكل في عدن، نحل مشاكل في ابين، نحل مشاكل في حضرموت، لحج ايضا تستحق مننا ان نعطيها اهتمام اكبر مما هو عليه الان. وسنهتم باعاده الاعمار في لحج، وسنجعله على مرحلتين. في اعمار نحن سنقوم به كامل، يعني كل الترميمات في المؤسسات الحكوميه خذوها وعد، قدموا فقط دراساتكم ونحن سنقوم الاعمار في الاعمار الخفيف في منازل المواطنين، سنعمل له مشروع اشبه بالمشروع الذي نقوم بتنفيذه الان في عدن. الاعمار الكبير هذا سيحتاج منا بعض الصبر، لانه هذا يحتاج مليارات الدولارات، ونحن لا نملك لا حتى احيانا المشتقات النفطيه، قيمه المشتقات النفطيه احيانا ما نملكها يعني. فخلوني اقول لكم يعني نحن هنا معكم، وقد اردنا ان يكون المكتب التنفيذي كله حاضر، وطبعا تمنيت ان الاخ المحافظ يكون موجود، لكن شاءت الاقدار ان يكون خارج البلد. فخلونا نمضي مع بعض، واليد الواحدة شوفوها لا تصفق، فإذا اجتمعت أيدينا على العمل المشترك، على العمل من أجل لحج ومن أجل باقي مناطق البلاد، بنحقق نجاحات يعني. وأن أهملنا واعتمدنا واتكلنا على بعضنا البعض، النتائج حتكون سلبية يعني، والناس مش حيصبروا علينا كثير، حيقبلوا مننا مرة شهر ستة أشهر سنة، لكن ما بيصبروا علينا كثير. بعدين لما نجي نقدم أنفسنا لهم في الانتخابات القادمة ما بنحصل على أصوات. فذكروا هذه المسألة، من يريد أن يفكر أن يستمر في إدارة السلطة المحلية عليه أن يعمل من الآن، من اليوم، مش بكرة، بكرة بيكون متأخر جدا يعني. أما الذين لا يريدون أو لا يفكرون في السلطة ولديهم رغبة في خدمة المحافظة، فهؤلاء علينا أن نشجعهم، علينا أن ندعمهم حتى يحصلوا على فرصة لتنفيذ المشروعات المتاحة لدينا. منذ البداية أنا قلت أنه كل شيء انهار لدينا، الدولة بإمكانياتها وإيراداتها انهارت، السلطات المحلية أيضا شبه في حالة من انهيار، الوضع الخدمي كله يعني كان صعب. نحن نخرج شوي شوي من أزمتنا تدريجيا نخرج، ولو نحن نسرع بس بتنفيذ واستخدام ما لدينا من إمكانيات كانت الأمور أفضل يعني. بعض المشروعات تتأخر في الجوانب الإدارية والبيروقراطية، تعد الموازنة، تعد الدراسة، ثم تعرض على جهات محلية، ثم تعرض على جهات مركزية، ثم تكتب كمناقصة، ثم تخرج للناس علنا، ثم تطلب العروض، يعني قصة طويلة عريضة. هو هذه من مظاهر الدولة الراسخة، لكن في ظل هذا الحالة نحن نحتاج اختصار هذه المراحل، واختصرناها يعني في 100 ميجاوات نحن اختصرناها، لما شفنا ان الوقت بيضيع علينا في الصيف اختصرناها على 2 مقاولين، وراحت 100 ميجاوات لاثنين يعني، يمكن كانت تروح العشرة ولا العشرين يعني. لكن لو انتظرنا لما اليوم ما بنحصل على كهرباء في عدن، وضعكم الان سيتحسن في الكهرباء تدريجيا في، فخلونا من حيث المبدا نقول لكم نسرع شوي باجراءاتنا بامكانياتنا البسيطه، هي حتحرك الامور. واليوم امكانياتنا بسيطه، بكره تكون اكثر. الشيء الثاني، ايرادات ما هي مركزيه دائما، مش دائما نطلب المركز، مره اخرى فكروا في ايرادات خاصه بكم، صندوق النظافه، صندوق النشا، صندوق التنميه الزراعيه، كلها قائمه على موارد مختلفه، مش كلها من الموازنه العامه، على موارد عديده. هذه الموارد لازم تحصل اليوم. الرسوم، بعض الرسوم المحليه اللي كانت تاتي الى ايرادات المحافظه، ايضا لازم من تحريكها. لا تنتظروا كل شيء بيجي من المركز، لكن لنفترض انه كل شيء الان من المركز، على الاقل حركوا ما هو متاح من المركز على اقل تقدير يعني. في العاصمه المؤقته عدن نحن نبذل جهد، ولكن عدن انا اقول ولحج وابين والضالع كل لا يتجزا، كهرباء مشتركه، مياه مشتركه، خدمات مشتركه، وهناك بنية ثقافية واقتصادية واجتماعية في هذه المحافظات، بنية قابلة للتطوير. أولا عدن في حد ذاتها قاطرة لتطوير هذه المناطق كلها بحكم ما تملك من إمكانيات، ثم أن هذه المحافظات هي من المحافظات الغنية. تذكروا أنها، لأن أبين
وأبين وحدها كانت تقدم لجمهورية اليمن الديمقراطية السابع 40% تقريبا من إنتاجها الزراعي، على الأقل 40% من الخضار والفواكه وبعض الحبوب. نفس الشيء أيضا كانت لحج تقدم نفس الكمية تقريبا، أقل قليل لكنها كانت تقدم، ولها خدمات أخرى أيضا ولها أفضال أخرى على عدن وعلى بقية المحافظات. ما استخدمنا إمكانياتنا، الظرف ما سمح لنا، الحرب ما سمحتنا، الغزو الذين جاءنا من صنعاء، الغزو المدمر الذي اجتاح مناطق البلاد كلها، كله ما أتاح لنا فرص، لكننا سنتصرنا وسننتصر على كل هذه الأمور. للأسف الشديد في صنعهم لا يفكرون إلا في مصالحهم، وبالذات الذين يحكمونها الآن لم يفكروا في مصلحة اليمن ككل، لم يفكروا في مصلحة البلد ككل، وإلا ما غزوا تعز وما غزوا عدن لو فكروا قليل. يعني هذه المناطق لم تقاتلهم، لم ترسل لهم الجنود اللي يقاتلون هناك، وحتى لم تأخذ منهم شيء، أعطتهم حتى أتخموا يعني، ومع ذلك هم لا يريدون للأسف الشديد أن يتذكروا. محافظات أخرى أيضا ظلمت حتى في المحافظات الشمالية، تهامة وإب وتعز عانت مثل ما عانينا نحن يعني. سنتجاوز هذه الأمور كلها إن شاء الله بعملنا المشترك، بجهدنا المشترك. وأقول لكم هذه الحرب الظالمة التي شنت على البلاد سوف تنتهي بنصر مؤكد للشعب اليمني وللوطن اليمني وللإنسان اليمني، وفي المقدمة للإنسان في محافظة لحج بكل مديرياتها. نحن سنكون معكم، ومرة أخرى المشروعات المركزية الرئيسية سوف ننجزها بصورة مشتركة في عدن: كهرباء، مياه، طرقات، شبكة اتصالات، كل هذه المشروعات سننجزها بصورة مشتركة، وعيننا مثل ما هي على عدن ستكون عيننا أيضا على لحج وعلى أبين وعلى الضالع وعلى بقية المحافظات. المحافظات الأخرى يمكن لها خصوصيتها الخاصة بها، لكن هي التنمية شاملة. الذي يريد أن يقوم بعملية التنمية ما يمكن يقوم بها في مكان واحد ولا في محافظة واحدة ولا حتى في مدينة واحدة، عليها أن يفكر في كل مناطق البلاد، ونحن واضعين في الاعتبار هذه المسألة في حساباتنا بحيث تكون التنمية لدينا شاملة إن شاء الله، لكن وفق المتاح من الإمكانيات وبالذات وفق المتاح من الإيرادات. الإيرادات صفر الآن، شوفوها في أدنى مستوياتها، وتعرفون أنه 70% كان عندنا من الإيرادات هو جاءت من النفط، والنفط الآن لما آخر سنة نحن كنا نصدر حوالي 160-170 ألف برميل، الآن عندنا 30 ألف برميل تأتي نحن من حضرموت، ما ممكنها تحمل البلاد هذه كلها مهما كانت أسعار النفط يعني. وعدن تقدم إيرادات، لكن كم بتتحمل عدن أيضا إذا كانت هناك إيرادات من محافظة أخرى، لكن هذه الإيرادات بحكم وضع الأمني فيها لا تعطي. شبوة لديها إمكانيات كبيرة جدا، ويمكن أن تعطي البلد موارد هائلة يعني، لكن الحرب التي فيها على حالة عدم استقرار، فوضى في بعض مديرياتها لا تسمح باستغلال هذه الموارد. لكن مرة أخرى أقول لكم دعونا نتعاون بصورة مشتركة، ونغير في عدن ونغير في لحج، وننتصر لأنفسنا، لأولادنا، لأجيالنا اللاحقة، ننتصر لإرادتنا المشتركة. لحج وأبين كلها، أنا أقول لكم سنكون كلنا بخير وعافية في الأيام القادمة. مرة أخرى تحيات الرئيس، مرة أخرى تحية للأخ المحافظ، تحية للأخوان في المجلس المحلي، تحية لكل الحاضرين والذين لم يحضروا أيضا معنا، لم يتمكنوا، لأن زيارتنا كانت مفاجأة حتى لا نلوم الغايبين ما عليهم لوم يعني، سواء كان لأنه زيارة كانت مفاجأة والطلب كان، والأخوان ما قصروا اللي يعني اجتماع مكتب التنفيذي بهذا الحجم في هذا الظروف يعتبر طيب، بس نعدكم باجتماع ثاني ونعدكم بلقاءات موسعة مع المواطنين، سنسمع آراء الناس في محافظة لحج وبالذات في الحوطة، سنسمع آراءهم وسوف نحاول بقدر الإمكان أن نجعل المدينة في اهتمامنا في كل شيء، في الطرقات، في المياه، في الكهرباء. وإن شاء الله هذه اليوم الذي وضعنا فيه حجر الأساس الذي شغلنا فيه 10 ميجاوات في المحافظة سوف تستمر جهودنا خلال الأيام القادمة. الآن إذا معنا 20 ولا 15 ولا 17 ميجاوات، بكرة ستكون معنا 37 ميجاوات، هذا وعد من عندنا، وهذا واجب الأخوان في وزارة الكهرباء. أنا أكثر مرة أقول لهم أنتم تأخرتوا في هذا المشروع، ولو كانوا قد حلوا المشكلة كان الكهرباء حق هذه 30 ميجاوات بتكمل لنا حاجتنا في لحج، وستعطي الضالع أيضا طاقة جديدة يعني.
وبنكون قد حلينا هذه المشكلة في لحج، وحلينا المشكلة في الضالع، والضالع تستحق أيضا مننا كل اهتمام، فهي محافظة مواجهة تعطي شهداء يوميا في مواجهة الحوثيين وصالح، ولذلك الاهتمام بها أيضا يجب أن يكون على ذات المستوى بالاهتمام بعدن ولحج وأبين وحضرموت وباقي ومأرب والجوف وباقي محافظات البلاد. أيضا نحن علينا جهد كبير يتعلق بنصرة زملائنا وأخواننا وأهلنا في تعز وفي إب، هم أيضا يقاتلون في جبهة مقاومة وفي جبهة صمود. نحن علينا أن نبدي قدرا من التعاطف فيما بيننا في قضايانا المشتركة. على الأقل دعوهم يا أخوان في الأمن، دعوهم يمرون بسلام، دعوا أصحاب إب يمروا بسلام، دعوا أصحاب تعز يمروا بسلام، دعوا أصحاب أي منطقة في اليمن يدروا بسلام. اشتغلوا أمنيا، وأنا متأكد ستواجهون الخلايا التي تقوم بأعمال التخريب، ستتمكنوا من صدها. وإذا استطعتم أن تقون المحافظة وباقي محافظة، المشكلة أنكم على المرور الخط ولديكم بالتالي مهام كبيرة، بس سهلوا للعوائل، سهلوا للشباب الذي يدرسون، سهلوا لأصحاب التجارة، سهلوا للعامل البسيط الذي يبحث عن قوت يومه، سهلوا لهم لأنهم جزءا منا ونحن جزء منهم، أهلنا في نهاية المطاف. ونواجه مشكلة فيما يتعلق ببلدنا، كيف ننظر إليها اليوم وكيف ننظر إليها، كيف سيكون النظام السياسي غدا، لكن نؤجل هذه المشاكل لأنه عندنا عدو كبير وهم يقاتلون معكم في جبهات أخرى، ولأنهم يقاتلون فعليكم أن تراعون ظروفهم. يعني سهلوا الطريق من ضالع إلى عدن، سهلوا الطريق من تعز إلى الحوطة إلى عدن، اجعلوهم يشعرون أننا جزءا منهم وهم جزءا مننا، وأن العدو واحد هو الحوثي وصالح في هذه المرحلة. وبعد ما نخلص من هذا العدو نتكلم بعدين في نشتيه، إن اللي يشتيه انفصال يتكلم في الانفصال، ويتكلم في الدولة الاتحادية من اثنين يتكلم فيها، ويتكلم في الستة يتكلم فيها، لما نصلي الاتفاق. القرار المركزي في اليمن هي دولة اتحادية من ستة أقاليم. الاجتهادات الأخرى مقبولة، ما حدش حيقول لحد لا تتكلم، لكن مهم جدا أن نطرح أفكارنا وأراءنا بما لا يتعارض مع مصالح الآخرين. أنا أقول ما أريد، لكن في نهاية المطاف علي أن أسمع ما يريده الآخرين. وأحيانا يقولون الإنسان يضحي من شان أفكار الآخرين، مش من شان أفكاره بس، حتى يحترم هذا الرأي الآخر، يضحي أحيانا من أجل حماية هؤلاء الناس الذين لديهم أفكار وآراء أخرى ومشروعات أخرى، طالما تتم على الطاولة بصورة سلمية والناس يتبادل فيها الآراء. شكرا جزيلا لحضوركم، وثقوا بأن لحج والحوطة بدرية الرئيسية ستكون في اهتماماتنا القادمة بصورة أكبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.